يا مرحبا والشعر حاضر. جديد الزفات والشيلات، شيلات القرى، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقد، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 0555877737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 0096655877. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرد. لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الحياة، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملك، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 0505877737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 0096655877. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرح. لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 0505557737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 0096655577. ترقب الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرد. لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرد، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 0505877737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 0096655577. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد، الآن